حمزاوي راوك اليوم في المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان دونك كرامة تونس باش نشوفوا أفلام تعنى بحقوق الإنسان. عنا برشا ماريناكش دونك أول حاجة فرحانين برشا ماريناك من جديد، وثاني حاجة وين سمعت بالفستيفال؟ علاش حبيت تكون حاضر في أنت الفستيفال؟ أي تظاهرة كيما هكا معناها تدعو الحق بنادم باهي انك تكون موجود. حمزاوي بالنسبه للموسيقى فما غتور، فما عوده محمد امين حمزاوي من جديد، الببليك نتصور توحشك برشا. خلي ترجع ساعة حقوق الانسان ومن بعد تو يعمل الله دلي. ام بالحق ولا بحق نحكيو سيريوزمون، التظاهره مهمه على الاخر، خاصه وانه الانسان في البلاد هذه حقيقة حسب رأيي أنا مازال مهلهل، مازال ماهوش فريمون إنسان. ونتصور المهرجانات من نوع هذايا كونه بالسينما، كونه بالثقافة، كونه حتى من بالموسيقى ولا غيره، نحاولوا نقربوا أكثر الوجهة، كونه نحاولوا نقربوا أكثر شو معناها حقوق الإنسان ولا خاصة حقوق المرأة، كونه نعرفوا لاكس العام السنة يعنى بحقوق المرأة خاصة. بيشوف أول حاجة حاب نقولها هي خايبه ماهيش باهي، خاطر التظاهر كما هذه لازم تتنقل عبر الولايات، معناها ما تكونش محصوره بركه في تونس العاصمه، ولا معناها كان جات الدنيا كما نقول نحن، وكل ولايه عندها التظاهر هذيا في ولايتها، معناها فهمتني ولا باش تبقى الفئات مهمشه وباش تقعد المراه بيدها معناها مش ماخذه حقها. كان التظاهرات هذيا معناها تقعد حد هوني، معناها حد على خاطر مدينة الثقافة هي اللب معناها نتاع الثقافة لهنا، دونك حد هوني ليه كرها تتنقل، فهمتني؟ معناها شكونك العام عمل فيلم وقعد يدور به بين القرى والمدن ونحييه وما نسيت هو شكون، اما لو فات اللي هو بادر وتنقل وحاول لو ماكسيموم يواصل معلومة باهي على الاخر، اما هاو قلت لك ما عادش شكون اللي يلزمه يوفر في الحالة هذية. نسأل مرة أخرى مثال غوتوغ أمين حمزاوي، فما ولا ما فماش؟ شفنا مرة العودة ستوري ظهر لي هبطها في الانستغرام، بعدها الناس فرحت، الناس اللي تبعت أمين حمزاوي لسنوات عاودت فرحت كونها باش تراوه من جديد. هذاك ساعة ولد أختي راهو يلعب بالتليفون ساعة باش نكونوا واضحين، وثاني حاجة قلت لك خلي يعمل الله. مدام ريم اليوم الافتتاح يتناسب مع عيد المرأة، وإحنا نعرفوا كونه المحور نتاع المهرجان السنة أو فلسفة المهرجان تعنى بحقوق المرأة والفئات المهمشة، دونك نتصور احتفال كبير واحتفاء بالمرأة. هو اليوم هو يوم احتفالي، وقلنا علاش ليه ما نحتفلوش زاد احنا بطريقتنا باليوم العالمي للمرأة، وهذاك علاش اخترنا سنة كونه يكون محورنا الأساسي هو حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة. احنا اخترنا التيم هذا لأنه نحن بطبيعتنا نشتغلوا على حقوق الإنسان بصفة عامة، حقوق المرأة زاد بصفة خاصة نخدموا عليه وخدمنا عليها لفترة سنوات طويلة، قلنا سنة نسلطوا عليها الضوء لأنه لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف صار برشا انتهاكات لحقوق المرأة وانتهاكات للمرأة بصفة عامة سورتو في بريود الكوفيد. قلنا هذه فرصة باش نحكي ونقولوا يا عبيد فوالا يلزمنا نحكيوا عليها من خلال القضايا اللي تناولناها، اللي هي موثقة من خلال الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية اللي هي تناولت المحور هذايا، وإن شاء الله من خلال النقاشات اللي باش نطرحوها في إثر عرض الأفلام نحاولوا نقوموا بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية عليها من خلال طرح القضايا معينة اللي هي باش تذكر في بعض الأفلام ونحلوا عليها ديبا معناها. دالي احنا اليوم موجودين في افتتاح المهرجان يعنى بحقوق الانسان، واحنا اليوم في عيد المراه ومحور المهرجان يعنى بحقوق المراه وخصيصا زادا بالفئات المهمشه، دونك نتصور كونه نوصلوا موضوع هام كيما هكا وحساس زادا كيما هكايا بالسينما حاجه نتصورها هامه في وقتنا تو. ساعة عيد مبروك على المرأة، كي نقولوا مرأة نقولوا الأسرة، نقولوا الأطفال، نقولوا شبابنا، نقولوا العائلة الكل.
معناها المجتمع يصير فيه ديزيكيليبر، كان المراه ما عندهاش حقوقها ولا الوليد الصغير مش قاعد ياكل مليح ويقرا مليح وفي مناخ معناها نظيف. مهرجان حقوق الانسان مهم برشا على خاطر ماك تعرف انت المخرجين يعبروا باللي دوك بالافلام يوصلوا الميساج باش احنا صغارنا والمراهقين ان شاء الله يدخلوا في السيستم تاع يتفرج في فيلم يعمل نقاش باش يولي عنده وعي باش يعرف يخمم باش يعرف حتى حد ما يلعب له براسهم نهار اخر. خاصة كونه بعد الأفلام باش يكون فما دي ديبا ورشيد زاد تكوين في علاقة بحقوق الإنسان ومش في تونس برك أما في جهات أخرى من ولاية تونس. هذايا اللي يميز المهرجان ويلزمنا نخرجوا من العاصمة ونمشيوا للجهات، معناها راك تخرج من العاصمة حتى 40 كيلومتر 50 كيلومتر تلقى ناس ديكالي على العاصمة، ساعات ما توصلهمش المعلومة، ساعات ما يوصلهمش الإبداع والفن المسرح للسينما وغيره. الحقيقة شرف كبير ان شاء الله يكون المجال اكبر للفنانين باش ينشطوا اكثر في المجالات هذه اللي تخلينا بوتيتر نطرقوا الحاجات ما طرقوش فيها قبل، كيما مثلا حاجات تعنى بحقوق الطفل وحقوق الانسان اكسترا. هذاك الواش اليوم حضرت حاجه اللي هي قديمه اعطيتها غنيه اعطيتها لنور قمر باش ناديها اليوم كملحنها على خاطر صاحبت الغنيه بالنسبه لي ولات نور قمر خاطر اديتها بطريقه جميله برشا اللي هي غنيه مهال قذقاذي اللي كتبتها للبنيه اللي وهي ماشيه تقرا جرفها الواد. دونك باش نبدا بالاغنيه هاكي وباش نقول زاد انه حقوق الانسان بصفه عامه والبشر بصفه عامه ما نجمو نلقاو حل وما نجمو نمشيو لبعيد في المجال هذا كان ما يكون فما حقوق طفل سويه وكامله. والحقيقه في بلادنا ما عندناش نيه بوتيتر باش نهضموا جانب من جوانب حقوق الطفل، ولكن بوتيتر الظروف الاجتماعيه نتاعنا والظروف الاقتصاديه نتاعنا تاكل برشا من حقوق الطفل ومن حقوق الانسان، وان شاء الله يا ربي تروا غنيه حلوين. انا الحقيقه يسعدني برشا باش نتكرم في تونس في بلادي بيان سور كما انت قلت، ومعناها يكون تكريم عنده مذاق خاص ويكون مهما الواحد كرم في الدنيا الكل وفي العالم كل بلاده تقعد وحدها بيان سور. ومهرجان حقوق الانسان مهرجان سينما حقوق الانسان التام نتاعو معناها مهم برشا على خاطر السينما طول عمرها والفن ديما يعبر على الانسان في كل حالاته في كل معناها احاسيسه وكل قضاياه، والقضايا الحقوقيه بيان سور موجوده في السينما ويعبر عنها بقوه، والفن ينجم يبدل حاجات وعلى مدار التاريخ السينما وتاريخ الفن بدل برشا حاجات في المجتمع وفي الحقوق ايضا والحريات اللي ديما موجوده وديما يطالب بها. ساعات السينما يكون حتى وسيله للصمود لبرشا شعوب، وايضا اليوم عيد المراه دونك يشرفني اكثر اللي نتكرم في عيد المراه كامراه تونسيه بيان سور. تربيت وكبرت وتعلمت معناها حقوقي وحقوق النساء الكل واني نامن بهم واني ندافع عليهم ونتمسك بالمكتسبات المرأة التونسية. وكهو إذا شنو نجم نقول توا نتمنى دورة ناجحة. نشكر المهرجان على التكريم، للأسف مانيش باش نجم نتبعها الكل، يعني عندي فكرة على البروغراماسيون بيان سور وكل شيء، وأنا نشكرهم زيادة اللي هما معناها حبوا ياخذوا رأي في حاجات، لكن للأسف أنا ما نجمش نحضر، عندي التزامات وارتباطات في مصر دونك باش نرجع، لكن نتمنى لهم بالحق دورة ناجحة وكل مهرجان سينمائي وكل تظاهرة ثقافية تتعمل في تونس هي إضافة، هي إضافة ديما معناها احنا مع ثقافة ومع الفن ومع انه ديما نقدموا ديما نعملوا حاجات جديدة باش نظهر لي التوانسة والمجتمع نتاعنا هو بيان سور محتاجين برشا حاجات، ومن ضمن الحاجات اللي محتاجينها برشا هو الفن، هو النفس وهو الحرية وهو يعني الثقافة اللي تغذي الروح.
سيدي وسلم.